طيب خلاص اتفقنا في نفس المكان. سلام. يا بحر انت فين؟ هو انت كل يوم على الحال ده؟ تختفي ومحدش يعرف لك طريق، بتروح فين؟ تحكي لكم معايا بالظبط. خلاص كل واحد فيها يعمل فيها كبير ويخاف عليا ولا ايه؟ لا ولا كبير ولا حاجه يا بحر، انا بس عاوز اطمن. اطمن انا زي الفل، لو مفيش حاجه اهو اهو. وبعدين انا ما بحبش كل شوي حد يسالني. امرك يا بحر، حقك عليا يعني، انا مقصودش، ما كنتش قصد اضايقك. انت ما قابلتش الواد سالم وانت جاي؟ لا بالاسم. استنى، حقك عليا انا، بس اليومين دول يعني اتلخبط شويه يعني. ما انا خايف اسالك مالك تهب فيها تاني. مش انا قابلت ربيع تضوي الليله؟ ربيع؟ وقابلته فين ده؟ ولا حاجة، كنت قاعد في مكان انا و انت والبيت. صح، كنت معاها. اقول سلاح يجنني، مش عارف كيف عرف مكاني. بقول لك يا بحر، انا مش مرتاح للبت دي، ويمكن كمان يكون ربيع هو اللي رميها عليك عشان يعرف طريقك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هي هتعرف ربيع الضو منين؟ مش ضراني عاد، بس الموضوع ده كله مش داخل نافوخي. خلينا في المهم، ربيع قال لك ايه؟ ولا حاجه، عادي يعني، رمى السلام كده ويعني كيف عادته يعني. انت عارف ربيع، موت واعرف ربيع عايز منك ايه. اللي كانت بناتكم خلاص الله يرحمها، حطك في نافوخه ليه؟ مش عارف، بس هو شكله بيدبر لي حاجة. بيني وبينك كده يا بحر، هو في بينك وبين ربيع حاجة انت مش جايلي عليها؟ بشوقك. سلام. باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.